في كل مكان. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم من هنا من ميدان الذيد بإمارة الشارقة ضمن انطلاقة هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره وحفظه الله من كل مكروه يا رب العالمين، على هذا الدعم الكبير المستمر لهذه الرياضة العربية الأصيلة. تابعنا معكم مع أيضا هذا المهرجان الجميل منافسات سن الحقائق، حتى وصلنا اليوم إلى منافسات سن الحولي والزمول، منافسات سن الكبار وتحديات سن الكبار. شوط جديد ينطلق من أشواط الخير والبركة، هو شوطنا التاسع السابع في مجموعة الأشواط الصباحية، وشوطنا السابع يحمل في طياته فئة الزمول المحليات الأصايل لهجن أبناء القبائل، هجن أبناء الخليج الذين يحضرون في هذا المهرجان ليشاركون في أغلى المهرجانات وأقوى المهرجانات وعتها. انطلق هذا الشوط وانطلقت الأسماء المتواجدة وانطلقت الشعارات المنطلقة في هذا الشوط الجميل مع 8 كيلومترات. اذهب مباشرة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول لكي نتابع الصدارة، لكي نتابع المقدمة. ابدأ مع هملول سعيد بن خويدم بن منيظرة العامري، يتقدم شعار بن منيظرة على المركز الاول ليقدم لنا انطلاقة هملول على مقدمة الشوط والمركز الاول. انتقل الى المركز الثاني، المركز الثاني هجاج سعيد بن راشد بن سيف الغفلي يقدم لنا انطلاقة هجاج على مستوى المركز الثاني. ننتقل الى المركز الثالث، المركز الثالث سراب محمد بن علي بن روضة المنصوري يتقدم، يقدم لنا انطلاقة سراب هنا شعاري بن روضة. انتقل الى المركز الرابع، المركز الرابع الوصول القدوم التحديات المميزة، هنا تأتي مع غالي منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يقدم لنا انطلاقة غالي في هذا المهرجان الغالي اللي يحمل اسم الغالي، يحمل اسم سيدي ابو خالد يحفظه الله ويرعاه. وتابع المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الايمن يتقدم الوسمي محفوظ بن خميس بن علي الينيبي، يتقدم بناصر ايضا من خلالي تقدم هنا الوسمي على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس هنا الوصول من مياس راشد بن سالم بن محمد بن سعيد بالهلي، يتقدم شعار بالهلي هنا على المركز السادس. ننتقل الى سابع المراكز، سابع التحديات، هنا يتقدم مرموق سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي قادم من خلال تقدم مرموق على المركز السابع. بينما الثامن المراكز يصل شعار بالضبيعة قادمين أهالي نزوة من خلال تقدم شاهين سعيد بن مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي، يقدم لنا انطلاقة شاهين هنا الواصل، هنا الواصل، هنا القادم في هذه اللحظات. وصل هملول محمد بن مسلم بن قنزول العامري يتقدم في المركز الثامن. انتقل الى تاسع المراكز، المركز التاسع الوصول من مشتاق حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، يقدم لنا مشتاق، مشتاق، مشتاق للفوز، مشتاق. المركز العاشر، اختم هذا النداء بتواجد مسعف مبارك بن سعد بن ضحية، بن ضحية العامري يتقدم شعار بن ضحية. هذه النتيجة، بن ضحية يتقدم هنا مع هذا الأداء الكبير. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. نداؤنا الأول، نداؤنا الأول، تابعنا المركز الأول حتى وصلنا المركز العاشر، ولا زلنا متابعين مع كل المتابعين، مع كل المتابعين عبر قناة ياس، عبر قناة دبي ريسنج، عبر أيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل لكم
هذا المهرجان مباشرة وعبر قناة أيضا الوسطى هنا من ميدان الذيد. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. الله 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 الله، لا زال هملول بالمركز الأول. سعيد بن خويدم بن منيظره العامري يتقدم على الصدارة، يتقدم على المقدمة، يعلن تواجد هملول على أول. التحديات المميزة، المركز الثاني، المركز الثاني سراب محمد بن علي بن روضة المنصوري قادم يقدم لنا انطلاقتي. أيضا سراب من الجانب الآخر، من الجانب الأيمن، الوصول القدوم من هجاج. سعيد بن راشد بن سيف الغفلي يقدم لنا انطلاقتي. هجاج انتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع، هذا هو الوسمي، الوسمي 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 مع العملاق العيناوي محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي يتقدم. المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس يصل غالي منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يتقدم في المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر، اللي وصل مرموق سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي قادم في المركز الخامس. المركز السادس، سادس المياس راشد بن سالم بن محمد بن سعيد بالهلي يتقدم بالهلي، يقدم لنا مياس. وتابع الأسماء، وتابع الوصول، وتابع القدوم، الواصل هملول محمد بن مسلم بن قنزو للعامري يقدم لنا أيضا انطلاقة هملول. بينما اللي وصل في هذه اللحظات هذا هو القادم، يصل أرامكو سالم بن حمد بن سليم العويسي قادم يقدم لنا أرامكو. والوصول الجميل يأتي من مسعف مبارك بن سعد بن ضحية العامري يتقدم في المركز العاشر. شعار بن ضحية القادم في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. أسماء عديدة خلف المراكز الأولى تنتظر هنا، تترقب لحظة الوصول، لحظة إعلان التحدي والإثارة. الله 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 الله، شوط الزمول، شوط الزمول، تحديات الزمول، تحديات هذا السن الكبير هنا مع هذا الانطلاق الرائع، مع هذا الانطلاق المميز والتحديات القوية. أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. يا سلام على هذا الانطلاق الجميل. هنا سراب بالمركز الأول، محمد بن علي بن روضة المنصوري يغير إلى المركز الأول، يحتل المركز الأول. المركز الثاني هجاج، سعيد بن راشد بن سيف الغفلي. المركز الثالث الوسمي محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي يتقدم. المركز الثالث، 2 كيلومترات ما بقى يهل الزمول عن خط النهاية. المركز الرابع من الجانب الأيمن، اللي وصل مرموق سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والقادم هملول. سعيد بن خويدم بن منيظره العامري، وصل بن منيظره العامري يتقدم في المركز الخامس. المركز السادس، تحركت الزمول. القادم غالي منصور بن سعيد بن راشد المزروعي. هنا أيضا القدوم من هملول محمد بن مسلم بن قنزول العامري. واللي وصل مياس راشد بن سالم بن محمد بن هلي. هنا أيضا القادم مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي. تدخلت أسماء جديدة بدأت تتدخل. هنا أيضا ثائر حمد بن محمد بن عبيد العامري. الله الله الله، مياس القادم. هنا أيضا مشتاق كما حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. شعار المرر بدأ يمر، وهجن مرغم قادمة. هنا سفاح وصل للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. من يريد الناموس فليتقدم، من يريد الزعفران، من يريد اللاجة أيضا الفوز والناموس والانتصار. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر
المتر الأخير، ما بقى عن خط النهاية، ما بقى عن خط النهاية. الله 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 الله، هالجاج على الصدارة، هالجاج على المقدمة. سعيد بن راشد بن سيف الغفلي من يقدم لنا هالجاج على مقدمة الشوط على المركز الأول. المركز الثاني الوسمي محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي قادم في المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر يتدخل يتدخل هنا القادم، هنا الواصل في هذه اللحظات غالي منصور بن سعيد بن راشد المزروعي، والقادم مسعف مبارك بن سعد بن ضحية العامري يتقدم. هنا أيضا الوصول من مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة. هجاج هجاج هج هجاج راح هجاج بالمركز الأول ما شاء الله تبارك الله. ويوم عيني شافت عروضه قلت هذا الشوط هو ملكه. نعم غادر، غادر بالفوز، غادر بالناموس، غادر بالسلام، غادر مع الانتصار إلى الزعفران، إلى الزعفران، إلى الفوز، إلى الانتصار، إلى الناموس. سلام يا الغفلي، سلام سلام هجاي سلام. تهانينا لسعيد بن راشد بن سيف الغفلي على هذا الأداء المميز والأداء الجميل اللي قدمه هجاج، يحقق الفوز والانتصار. المركز الثاني مسعف مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحية العامري، المركز الثالث مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، المركز الرابع وصل مشاهدينا الأعزاء هنا محرض راشد بن علي بن ويصر المنصوري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصل مياس راشد بن سالم بن محمد بالهلي أتى في المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الأعزاء، هكذا متابعينا في كل مكان، كانت المنافسة، كانت التحديات الرائعة في صباح هذا اليوم. تابعنا هجاج من قدم الأداء الكبير، الأداء المثير، العرض المميز ليحقق الفوز والانتصار. أهو تشاهدون أمام حضراتكم عبر قناة ياس. تهانينا والناموس. لحظات الوصول، التوقيت الزمني 13 دقيقة، 13 دقيقة و11 ثانية وأربع أجزاء من الثانية توقيت هجاج. تهانينا لمالك سعيد بن راشد بن سيف الغفلي، أسعد الله صباحك يا الغفلي على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثاني، التوقيت الزمني 13 دقيقة و13 ثانية وجزء و6 أجزاء من الثانية. مشاهدين الأعزاء، توقيت مسعف لمبارك بن سعد بن ضحية العامري.